بعد ما رقدت وبتروا رجلي ده. طبعا الطلقة حتى الآن موجود، الطلقة حتى الآن موجود في الإلية. لم تكن الطلقة الطائشة التي أصابته في غفلة وهو في بطن بيته سببا في انكفائه عن الحياة، وهو الذي رسم ملامح الترابط والإخاء جسرا ما بين مدينة الدمازيل والرصيرس. محمد السيد فضل الشهير بود السيد شخصية متفتحة بالزهو مثل زهو التبلدي في فصل الخريف، يحمل قصة عشق ممزوجة ما بين الرياضة ومحبوبته الرصيرس. مردان بكورة المريخ، بشجع المريخ، ده السبب اللي خلاني أجي الرصيرس. ولما سكنت الرصيرس والناس اترحبوا بي ارتاح شديد، يعني الناس البلد ذاته، يعني انا بنشدت مع انا بقعد اواصل معاهم في الكوره في الناي، يتعرفوا عليه وبيجي ذاته زي زول الساكن معاهم. والحمد لله اشتغلت زي ما انت اشتغلت هنا، سكنت قبل اجرت بيت من 81 مأجر البيت، لما مشيت جبت الاولاد وسكنت في الرصيرس، جبت الاسره برضه بعد دربة قرن اللي هي 87 في دربة قرن، مشيت جبت الاسره خطيتهم في الدمازين، قعدوا هناك وانا قاعد هنا براي، وانا قاعد هنا براي، ما معي اي زول الا براي والاولاد بتاعي. والحمد لله ومنا ياهو القعده ياهو. وحسا انت لو قلت ود السيد اصغر زول هنا، لو قلت ود السيد في السوق ده اي زول بجيبك، اي زول اي زول، انت بس تجي في السوق قول بس ود السيد، ما تقول محمد. كونت نادي الهدف، نادي الهدف حسا موجود هسه، كونته انا بين نفسي بمال حري، كونته لمن امل فريق وامل ومشى ومشى ومشى، هسه حاليا موجود والحمد لله. ما ادري هو السكن ده في شنو، في الرصيرس. ظل وبكل همة وفي يقين ثابت بالله ان ما اصابه قدر لا محال. 96 كان في طبعا السلاح ده مبهول ساي، الناس اي زول بيضرب اي زول بيضرب، كان في احتفال في الميدان والبيت قريب على الميدان. بعد ما جيت حضرت الاحتفال واي شيء وكل شيء، مشيت البيت المغرب ازل، صليت المغرب المصلاة في المصلاة، عندي شافة صغير ولد داري جيني والدنيا سخانة، كلام ده شهر 3 سخانة شديدة، قلت الولد ده لو قعدت معه في المصلاة هنا السخانة ده بسخن معه. قمت رفعته في حبابي صغير، كنت طلعت بس رقدت على دهري كده، رقدت على دهري طوال، الولد جاي شنو شب هنا شبته كده ثاني، نزل نزوله ده جاتني طلقة هنا تل، بس مسكت الهيتة دي بجيت الشحت يا ربي في سخانة، بس لكن ده شنو ما أعرف، المرة كورة قلت يا أخي بشنو ده منو جداك ده منو ده منو ده شنو ده شنو ده شنو، أنا ماسك الهيتة دي أتيري الهيتة دي انضربتها والدم جاري بيتحت في السرير، أنا ما جايب خبر مالك ما مالك، قلت له والله يا أخي في سخانة هنا، في سخانة ما سخانة، سخانة ما سخانة. طوالي رفعت جلابية، رفعت الراجي لقى البهير كله دم، أي انتهته لقى الدم جاري في الوطن. والحمد لله ما كنت كده، كنت صاحب مطعم يعني ما شاء الله، يعني ما قلت ما شاء الله ما بتعالي لي والله العظيم. والدعاء المتصل في أن يعم السلام داره، وهو بكل رحابة يمد مع الشباب يد البناء. الحاجات اللي بتميز المازين طبعا مع الآلات بتاعت البلد اللي هي الرقصات الشعبية، زي ناس الوازة، زي ناس الدينة، زي ناس الدلوكة، ده كله موجودة في بلدنا دي هنا، ده كله موجودة هنا في الأعراس بالذات. الآلات الموسيقية ده خشت عن قريب، ناس الأورغون والحاجات دي، زمان كان عندنا الدلوكة وعندنا الطنبور والحاجات دي، ده كان حاجاتنا في هنا.